بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في رسالة دعوية جديدة وبرنامجكم صباحنا مصر. رسالتنا اليوم حول النظافة، فإن ديننا الإسلامي الحنيف قد عني عناية فائقة بالنظافة، سواء كانت نظافة حسية أم نظافة معنوية. ففي مجال النظافة الحسية حسن الإسلام على الطهارة، والطهارة عندنا في الإسلام ليست أمرا ثانويا وليست مجرد سلوك مرغب فيه أو مرغوب فيه بين الأفراد والمجتمعات، كلا. فالنظافة عندنا في الإسلام عبادة لها معنى ولها مغزى، بل ربطها الحق تبارك وتعالى وربطها ديننا الحنيف بالصلاة التي هي عماد الدين. يقول رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. بل إن الحق تبارك وتعالى حتى يعلمنا قيمة النظافة ومقامها في الإسلام أثنى على قوم كانوا يحبون الطهارة ويحبون النظافة. قال رب العزة سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. من هنا كانت النظافة الحسية شيء مهم، بل هي عبادة في الإسلام. وذلك أن النظافة الحسية وخاصة الوضوء الذي يتكرر من المسلم في اليوم 5 مرات يحافظ على نظافة الوجه ومداخل ومسام الوجه، وهي المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات أو الميكروبات، فجعل الإسلام الطهارة في اليوم 5 مرات حتى يظل الإنسان نقيا نظيفا طاهرا. لكن هل وقف الإسلام عند مجرد النظافة الحسية فحسب؟ هل ديننا الحنيف يقف عند مظهر الشيء دون جوهره؟ كلا، فلقد عني الإسلام عناية كبيرة جدا بالنظافة الباطنية، ألا وهي نظافة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الجسد البشري كله فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. طيب، كيف ننظف قلوبنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا داء اللي ما قبلش الفتنة والمعصية، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يحسن بواطننا كما حسن ظواهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.